تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى. بعدما أصبح علي الحمداني سيف الدولة بأمر من الخليفة المتقي، أراد توزون وثلته من الأتراك أن يخضعوه إليهم وأن يجعلوا قوة سيف الدولة في خدمة توزون. توزون الساعي إلى السيطرة على الخلافة كما فعل غيره من الأمراء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خبروني عن سيف الدولة. لا أحد يعرف عنه شيئا. كان الظلام شديدا ولشدة المفاجأة كان كل واحد منا يقاتل ليدافع عن نفسه. يعقل هذا الكلام؟ كل يدافع عن نفسه؟ لما أنتم جيش إذن؟ لما؟ لما يكون لكم قائد؟ إذا جرى لسيف الدولة شيء. إذا كان هذا موقفكم أنتم فلا عجب إذن أن يكون البقية قد ولوا الأدبار. اقربوا عن وجهي. وأنت أيضا. يؤسفني أبا الطيب أن أنقل إليك هذا الخبر. سأحكي لك ما قاله أبو الفضل. هي كانت محرومة حين جلبت لها الكتاب. راحت الشموع وتبكي، ثم أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضمى. بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا ثكل صاحبه قدمة، ومن سدت الدنيا علي رذيقها. ولكن طرفا لا أراك به أعمى، فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئ حزما.
اعلم يا سيدي أن توزون عدل ومن معهم يتآمرون عليك وعلى الخلافة برمتها، وأنا وجندي مستعدون للتعاون معك فيما تراه مناسبا. فهمت فهمت، هلم بنا قبل أن يرانا أحد. تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما. يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى. سيدي، على ماذا اتفقت مع البريدي أيها الكلب؟ أقسم لك يا سيدي إنني لم أتفق معه على شيء. إنك تكذب، اخلع سيفك، هيا اخلع، هيا أمامي، هيا. خيرا إن شاء الله يا مولاي. لقد أرسل إلينا ملك الروم يطلب منديلا يزعم أن سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد مسح به وجهه فانطبقت صورة وجهه عليه، ويقول إن المنديل موجود عندنا في كنيسة الرأى. وماذا يعرض علينا لقاء ذلك؟ إن أرسلناه إليه أطلق عددا من أسرانا. وما هو رأي القضاة والعلماء في هذا؟ إن خلاص المسلمين أولى من المنديل يا مولاي. والله إن دفع المنديل إلى الروم لغضاضة. كما رأيت كلما استفتيتهم اختلفوا. نفتديهم طبعا يا مولاي. سنرى سنرى. هل سمعتم؟ لقد أحسن إلي المشهورة. تعالوا 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 انظروا تعالوا انظروا، عدو الله هذا، عدو الله هذا خان الأمانة، خان الأمانة وغدر بمولانا الخليفة. انظروا انظروا وتمعنوا، انظروا، عدو الله هذا خان الأمانة. سملت أعين عدل وبلي، سملت بعد أن تآمر مع توزون والبريدي وغيرهم على الخلافة. يخرج الميل من المجمر محمرا متوهجا، فيمررونه بين جفني الرجل. أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه؟ ما بي، لا تقل لي إنك مرهف الأعصاب لا تحتمل منظر الذهاب. كم أخشى أن يقع سيف الدولة في يد أعدائه. لا تخف، لا تخف عليه يا منصور، إنه سيف الدولة. تفضل سيدي. لقد وصل سيف الدولة. حقا؟ نعم يا سيدي. أما قلت لك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلاً بك يا علي. أهلاً بك يا أخي، كيف حالك يا مصر؟ الحمد لله على سلامتك يا سيدي. سلمك الله. نجا قرعوي، كيف حالكما؟ يا أحسن حال. نحمد الله على سلامتك. سلمك الله. تفضل تفضل استرخي. لا يجلس مكانك أحد يا أخي، تفضل. أخبرنا يا سيدي، ما الذي نجا؟
اسقنا شيئا. أمرك مولاي. هذا الحقير توزون فعل فعلته. تفضل سيدي. شكرا. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنافهم رغما، كأن بنيهم عالمون بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتمى. اسمعوني جيدا، سنرحل الليلة عن بغداد، ليس لي من مكان آمن أكثر من الموصل. قرعوي سيدي. نجا سيدي. جهز لنا عدة السفر. أمرك. ألا يغضب المتقي؟ غضب المتقي أهون من الوقوع في المصائب. هيا. مولاي، رحل ناصر الدولة والعامة ينهبون بيته. لا رده الله ولا رد بيته الكلب. لسنا هنا لكي نتعاتب، بل لكي نتصافى. اسمع يا أبا عبد الله، أنت تريد واسط وهي لك، أما أنا فسأسير إلى بغداد. نحن الآن القوة الوحيدة في المنطقة. هل نستطيع أن نتبادل الثقة؟ طبعا، هناك ما يجعلنا نتبادل الثقة، أتعرف ما هو؟ إنه المصلحة. أنت وأنا بحاجة إلى هذا التحالف لنكون القوة الوحيدة في المنطقة. إذا اختلفنا تسيد الحمدانيون، وهؤلاء لا يحبوننا، هم لا يحبون إلا العرب. ولهذا فأنا أرى أن تذهب إلى واسط وتمنع الحمدانيين عنها. ولكي لا تحس بالملل، ما رأيك لو زوجتك ابنتي تؤنسك وترطب شيخوختك؟ ثقة أعتز بها ومصاهرة تشرفني. هذا لكي تعرف كم أثق بك وكم أريد التحالف معك. سأكون عند حسن ظنك. هذا الهدوء والطمأنينة لبغداد وأهلها لم يستمر طويلا، بعدما اتفق توزون والبريدي على أن يتحالفا ضد المتقي وأن يلعبا من جديد بشؤون بغداد وحكمها وإعادة الفوضى إليها. المدينة تعج بالفوضى، موت يتبعه موت، يخرج الميل من المجمر محمرا متوهجا، يمررونه بين جفني الرجل
أيحس الرجل أن غضب الله كله قد نزل عليه فتصبح عيناه مثل عيني؟ هذا اسمه السم، يخرج الميل من المجمر محمرا متوهجا. أين الجيش؟ متى يصل الجيش؟ أرأيت بعينيك؟ الناس يهجرون بغداد، بعضهم ذهب مع قوافل الحج. إلى هذه الدرجة يخيفهم توزون؟ ولكنهم سيستردون روعهم حين يرون الجيش. متى يصل؟ يا مولاي، يا مولاي، أنا خذ ما تشاء من المال، 300، 400، 500، وزع على العسكر. المهم ألا يدخل توزون إلى بغداد ومعه الأتراك. معي في هذا الصندوق أكثر من 6000 دينار، خذها كلها. يا مولاي، يا مولاي، أنا هنا من أجلك، اترك لي فرصة أتكلم فيها. توزون يهاجمني والحسن يرسل لي أخاه لكي يتكلم. أنا أرسلني أخي الكبير وقائدي ناصر الدولة برسالة، أرجوك دعني أوصلها. هيا قل، أسمعني. توزون قادم بجيشه ونحن هنا لمقاتلته. وأين هو الجيش؟ هل ستقاتله وحدك؟ بحق الله دعني أكمل كلامي. أنا آسف، الجيش موجود وأنا الذي سيقوده لمحاربة توزون. بيني وبينه ثأر شخصي وقد آليت على نفسي أن أقتل، وبما أن جيشه قوي وكثير العدد لذا كان لابد من مقاتلته بناء على خطة محكمة. هل تسمح لي بشرحها؟ هذا بغداد يا مولاي مدينة كبيرة تعج بمن لا يمكن الركون إليهم، أكثر من فيها من الجند يمكن شراؤه. والحل؟ الحل؟ الحل هو أن نجبره على القتال في منطقة نختارها نحن. أين؟ في تكريت، في الموصل نفسها. نعم، هنالك لدينا قلاع وجبال، هنالك يمكن أن نضع أهلنا في مكان آمن ونحارب. وكيف سنأخذه إلى تكريت؟ أنا وأنتم يا مولاي. نعم، أنا وأنتم إذا ذهبنا إلى تكريت. ولماذا سيتبعنا توزون إلى تكريت؟ من أجل المال، علينا أن نجعله يعتقد بأننا أخذنا معنا إلى الموصل أموالا طائلة، وبما أنه مغامر وجشع وتافه سيتبعنا من أجل. أهلا بمولانا الخليل، شرفتم الموصل وأهل الموصل. أهلا، تفضل يا مولانا، تفضل. أعرف ماذا تريد أن تقول.
لا والله لن يكون ذلك. هذا أبو منصور. حتى لو كان أبو جعفر المنصور. يا مجنون، هذا سيكون الخليفة بعد أبي. زوجه أختك خولة إذن. خولة ما تزال صغيرة. ثم لا تنسي، سيكون المهر كبيرا فوق ما تتصورين. أنا لا أبيع نفسي بالمال، أنا بنت حمدان. هذا ليس بيع. مع هذا الله، كيف يخطر لك ذلك؟ زوجه إحدى بناتك إذن. بناتي ألسن حمدانيات؟ حمدانيات طبعا، ولكن أباهن هو الذي يرى في البنات سبيلا للحكم أو لحمايته. تريدين صراحة؟ لقد أصبحت غريبة الأطوار هذه الأيام، وبت لا أفهمك. أظن أنني واضحة ومفهومة تماما. لا أريد أن أتزوج هذا الأمير. لماذا؟ لأنني قرفت من عرض نسائكم لتسوية شؤون حكمكم. جم! بحثوا عن عملة أخرى للتداول. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قل بعدي، قبلت الزواج من ابنتك عدوية؟ قبلت الزواج من ابنتك عدوية. على صداق وقدره؟ على صداق وقدره. ألف ألف درهم. ألف ألف درهم. ألف ألف درهم. والحمل مئة ألف درهم. والحمل مئة ألف درهم. والحمل مئة ألف درهم. على بركة الله نقرأ الفاتح. لما جئت بنفسك؟ وهل أترك أخي وحده في المعركة؟ أهلاً. أهلاً بك يا مولاي. أهلاً بنجاة. جئتك بجيش سينهي لك خرافة توزون. ومن هم هؤلاء؟ بعضهم من الذين كانوا أسرى عند الروم وبادناهم بالمنديل، وبعضهم من بني نمير وبني كلاب وبني أسد. متى تنوون استئناف القتال؟ الأمر يعود لك، فأنت القائد والمقرر. دعنا نتدارس أمر توزون هذا. احكي لي كيف تغلق. ورغم حماسة الحسن وعلي لقهر توزون وشل يده عن بغداد، إلا أن توزون والمتحالفين معه استطاعوا إفشال حملة علي بل ودحرها إلى الموصل، مما جعل المتقي أن يذعن إلى مطالب توزون في السيطرة على شؤون الحكم في بغداد. وقد عفى الله عما سلف، فإن أثرت رضائي فصالح ناصر الدولة وارجع إلى الحضرة، فإن الأمور تستقيم لك. أبلغ مولانا الخليفة أنني ما زلت أعتبره مولانا الخليفة. وأما الصلح مع الحمدانيين فأنا مستعد لذلك، لأن مولانا الخليفة يأمرني به. علامة ابن شكوكك في المتقي؟ أنت تقنن عليه بالمال. أنا مضطر، علينا تأمين المال الذي تصالحنا به مع توزون. 3000 ألف ليست لعبة. سنرى أين سترسو مراكب المتقي الذي خذلك. ولكن المتقي سيكون أمامك في الرقة. أن تجعل الذي خذلك أمامك غير أن تجعله خلفك. Thank you.
حسن. أنت ابن محمد ابن طوط؟ لا، بل أنا ابن أحمد. حسن، قل لعمك إني سأوافيه حسب الموعد الذي حدده والمكان الذي عينه، فإما أن نكون معا وإما أن نكون فريسة بيد الحمدانيين. بكل تأكيد يا مولاي. اهلا 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 بمولانا الخليفه. أهلا بك يا ابن طوغج. أهلاً بك. وسهلا. لم تخيب ثقتي ورجائي فيك. هيا بسرعه. هات العباءة يا بني. لقد أخبرت أن أخلع عليك هذه العباءة. أفضلكم سابقة يا مولانا، تفضل بالجلوس. ما هذا؟ فضلة من خيركم يا مولانا. أنت تفاجئني في كرم أخلاقك وحميتك، فأنت ممن لا ينكرون الجميل. أهناك من أنكر جميل مولانا؟ كلهم، البريدي وتوزون وآخرهم ناصر الدولة. عرفت أنك في شقاق مع الحمدانيين. لقد انكسرت شوكة الحمدانيين فلم يعودوا قادرين على فعل شيء. ألهذا تراسل توزون؟ وما رأيك أنت؟ يا أمير المؤمنين، أنا عبدك وابن عبدك، وقد عرفت الأتراك وغدرهم وفجورهم، فالله الله في نفسه. سر معي إلى الشام ومصر فهي لك. لا، لا أريد أن أنقل مقر الخلافة العباسية، أنا لا أستطيع العيش إلا في بغداد. إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ إلى حلب، إلى المظفر مساور بن محمد. لقد علمت أن بدر بن عمار أصبح عند الإخشيد في دمشق. أي زمن نحن نعيشه الآن؟ لن أدع أحدا في هذه الدنيا إلا وأمدحه. سأمدح العرب والروم والفرس والعجم. سأريك أيها الزمان القذر. ما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له في كل يوم بلدة وصحاب، ولكنك الدنيا إلي حبيبة، فما عنك لي إلا إليك ذهاب. أتظنني مغفلا كي أجلب المال معي؟ معك حق، ليس في الدنيا أمان، ولكن ماذا تريد؟ بيعني على كتاب الله. حاضر. أقسم بالله العظيم ويدي على كتاب الله وبشهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، أنني
أبايعك خليفة للمسلمين وباسم المستكفي. بعد أن تنتهي من أمر ابن عمي المتقي تذهب معي إلى بغداد وتأخذ المال. حسنا، لنذهب إلى بغداد ونأخذ المال. أقسم لي مرة ثانية. حسنا، سأقسم. أقسم بالله العظيم ويدي على كتاب الله وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأمامكم كشهود، وأن أكون خادما مخلصا أمينا لمولاي المتقي. هل تريدون أن أقسم ثانية؟ لا لا، سنذهب إلى أحضار مولانا المتقي. مسمول العينين. المجمر المكان المليء بالجمر. عاش الخليفة! 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 عاش مولانا المستكفي! 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 ما دام أهل حلب هم الذين يريدونك وهم الذين أرسلوني إليك وللمرة الثانية. ماذا تعني أن أهل حلب قد أرسلوا؟ لأنهم يريدون. لا أفهم لما هو ليس متحمسا لأهل حلب. من قال لك أنني لست متحمسا؟ ولكن أجب على سؤالي، من من أهل حلب قد أرسلك إلي؟ رجال القضاء يا سيدي، والعلماء وكبار التجار. حدثني عن الوضع في حلب. القائم بالعمل كله أبو المظفر مساور بن محمد، وهذا رجل شراب ولهو وشعر. شعر؟ مشغول هذه الأيام بمنادمة المتنبي. المتنبي عند مساور؟ أتصدق ذلك؟ سفارتك هذه المرة مقبولة، عد إلى أهل حلب وقل لهم بأنني آت إليهم وإلى شعرهم. على الرحب والسعة يا سيدي. تفضل. سنأخذ حلب من أجل شاعر. هل صحيح أن المتنبي في حلب؟ يبدو أنه صحيح. ما المشكلة إذا ذهب المتنبي إلى حلب؟ ألا ترونها مشكلة؟ هذا هو شأن الشعراء، يجوبون المدن، يتقربون من الأمراء والولاة فيتعيشون منهم. ولكن المتنبي لا يمكن أن يفعلها، لا يمكن أن يكون قد مدح والي الإخشديين. وهل تظنينه ذهب إلى حلب ليتفرج على القلعة؟ أبا محمد أرجوك، إن أعصابي لا تحتمل الهذر. أي هذر؟ أبو الطيب ذهب إلى حلب ليمدح مساورا. وتسكتون؟ نسكت؟ وما الذي يمكن أن نفعله؟ لما تتركون شاعرا كالمتنبي تأخذ الحاجة إلى الإخشيديين؟ اسمعي يا جملة، نحن ننازع الإخشيديين على الملك، على المدن، على الأموال، وليس على الشعراء. هيا هيا خرجوا، هيا
وكونك الخليفة لا يعني أن تبعثر أموال بيت المال على لهوك ومجونك. لدينا جيش يجب أن نحافظ عليه. نصر الدولة يبعث لك أموال طائلة، والبريدي أرسل لك خراج البصرة. وهل ستحاسبني؟ اسمع يا عبد الله، إن تابعت إسرافك هذا اضطررتني إلى التفكير بغيرك. أستطيع أن أعثر علي شاب في عائلتكم يقبل بالخلافة بمصروف أقل. حرس! 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 اخرج! 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 تذكر! تذكر ما قلته لك! تذكر! هل سألت عني؟ ظننتك ذهبت مع سيف الدولة. واجبي أن أكون معه إلا عندما أعلم أنك قد سألت عني. وإلى أين ذهب؟ أتريدين أن أقول لك ما هي خطته الحربية؟ تفضل. ما كانت عادتك أن تحدثني بهذه الطريقة؟ صحيح. فلما الآن؟ أنا متعود أيتها الأميرة أن أتوجه إلى هدفي مباشرة، وأرجو من الآخرين أن يفعلوا ذلك. وماذا تتوقع أن يكون هدفي؟ لا تحتاج المسألة إلى ذكاء كبير، فعندما يأتي رجل إلى حديقة غناء كهذه ليرى امرأة، هذا يعني أنه يأتي متسللا أو أنه يريد الحب. بما أنني لم أأتي متسللا وليس بيننا حب، وجئت بناء على طلبك، هذا يعني أنك تريدين التحدث عن الخطط الحربية. وما أدراك أن الأمر ليس حبا؟ منصور، ما بك؟ أنا أقبل أن أقدم قلبي لامرأة فترفضه، ولكن ليس من حقها أن تلعب به ولا أن تهينني. أنا أهينك؟ هل ستقولين لي ما الذي تريدينه؟ أريد أن أحدثك عن أبي الطيب المتنبي، هل أنت مستعد؟ طبعا. هل صحيح أنه في حلب؟ أظن سمعت هذا. ومدح مساورا؟ نعم. لولا الأمير مساور بن محمد ما جشمت خطرا ورد نصيحه. هذا الذي خلت القرون وذكره وحديثه في كتبها مشروح. أتريدين أن أحصل لك على القصيدة كاملة؟ لا، لا أريد هذه القصيدة. ماذا تريدين إذن؟ هل فكرت بالظروف التي تدفع شاعرا كالمتنبي إلى مدح والي الإخشيديين وهو رومي أصلا؟ سأرى ما الذي جعله يفعل ذلك. لا شك أنها الظروف صعبة، افهم وضعه وظروفه، وإذا كان هناك ما أستطيع فعله فأنا مستعدة. الآن صرت متيقنا من أنك تحبينه. وكيف تيقنت؟ لأنك تبحثين له عن العذر قبل أن تنام. الآن صرت متيقنا من أنك تحبينه. كيف تيقنت؟ لأنك تبحثين له عن العذر قبل أن تنام. الموت قريب،
أقرب من حدقة العين. كأنني أسمع صوت إبراهيم. ولست إبراهيم المتقي لله؟ أنا هو، فمن أنت؟ أنا أيضا خليفة، أنا محمد القاهر بالله. يا الله يا الله، يقولون إن الأعمى يسمع جيدا. أنا لم أسمعك حتى التقيتك. وأنا كذلك، ربما لأن العمى قد جاءنا ونحن كبار. يبدو أنه هو السبب. اسمع، لقد قلت فيك شعرا حين سمعت ما فعلوه بك. صحيح؟ هيا قل يا قاهر، ربما صار الشعر ملاذنا. اسمع. صرت وإبراهيم شيخي عمى، لا بد للشيخين من مصدري. ما دامت وزون له إمرة مطاعة، فالميل في المجمر. لا يصح أن أتراجع بعد أن هيأت الجيش وعقدت العزم. ومتى ستعطيني وتعطي أولادك بعض الوقت؟ إذا استقرت الأمور في حلب سأنقلكم كلكم إلى هناك، وسنكون معا دائما. حبيبي، أنا لا أريد أن أثقل عليك، ولكن أريد أن أشعر بالاطمئنان على بيتي وأولادي. يا ثريا، أنت حمدانية وأنا حمداني، وأنا أشعر أن طموحي أكبر من مطامحهم كلهم. أنا أريد أن تفخري بي. وأنا فخورة بك، ولكن كان يمكن أن أعشقك وأنت فارس ومقاتل. ألا أستطيع الهوى عليا قبل أن ينحل؟ نعم تستطيعين يا سخينة، تفضلي. يبدو أنه لم يتبقى لديك وقت لتساعدني على ما جئتك من أجله يا علي. ما الأمر؟ أريد أن أحكي لك عن الحارث أبي فراس. ما به؟ أين هو؟ منذ مدة لم أره. يقضي أياما عديدة في الصيد، يصطاد ويشرب الخمر في الحانات. أخاف أن يضيع يا علي. لا تقلقي عليه يا أم الحارث، كلنا كنا هكذا. قريبا سأعود أو أرسل لأخذكم إلى حلب، وسأشرف عليه وأتابعه كما لو أنه ابني. إن شاء الله. بأمان الله. لما غادرت حين جاءت؟ لا أحب مجالسة الجواري. الجواري؟ هذه زوجة أبيك وأم أخيك. أخي أبو فراس؟ طبعا، أخوك أبو فراس وسخينة أمه. تظل جارية رومية. صار يجب أن أرحل. رافقتك السلامة. ولماذا دمشق؟ دمشق مثل غيرها، ولك فيها أهل. وهل تعرف فيها أحدا؟ لا، أعرف الحسين الهمذاني، أبوه نصحني بالتوجه إليه. أنا الذي نظر الأعمى إلى